طيب الاهلي ماتشه اللي جاي هيبقى مع فريق منتخب السويس يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله باذن الله زي ما حضراتكم متابعين. ف واحده من الماتشات برضو دايما اللي الماتشات برضو اللي شبه كده في الكاس بتحتمل احيانا المفاجآت، و ده دور ال 32 دور ال 32. طيب قولوا لي يا شباب مين معانا يا شباب؟ مين؟ كابتن ميمي فريد المدير الفني لمنتخب السويس. كابتن ميمي اهلا وسهلا بيك، تحياتي ومساء الفل. كابتن ابراهيم تحياتي ليك طبعا. اخبار حضرتك يا كابتن؟ تمام والله كابتن ابراهيم، الحمد لله. ربنا يبارك في الحمد عمرك. كيف تجهز الفريق لهذا اللقاء امام الاهلي بطل افريقيا؟ والله بقى احنا يعني بنبذل كل مجهود وبنجتهد وبنعرض على اللعيبه معظم مباريات الاهلي الاخرانيه، حوالي 5 6 مباريات. طبعا الاهلي في قمه المستوى للامانه، يعني بدنيا وتكتيكيا وفنيا ومعنويا، ودي طبعا كبيره جدا او عاليه جدا. فاحنا بنحاول نوري الولاد المباريات اللي هي الاخرانيه دي، نقاط القوه اللي هي في نادي الاهلي، بنحاول او هنحاول ان شاء الله ان احنا نقلل من خطورتها، والتوفيق بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والمفاجآت برضو ممكن، يعني ربنا كبير يعني ان شاء الله. الماتشات اللي شبه كده لسه بتكلم، مفاجآت الكاس، هل يجهز منتخب السويس مفاجأة للأهلي؟ احنا نتمنى هذا، واحنا طبعا مدين اللعيبة كل الأمل انهم لو بذلوا جهد كويس وحاولوا بقدر الإمكان انهم ينفذوا التعليمات ونقلل من خطوره لعيبه نادي الاهلي، كل حاجه ورد. عايز تكسب الماتش، يعني عايز داخل بهدف الفوز مش التمثيل فقط المشرف، يعني لا هو التمثيل مشرف، مش يعني ما فيش حاجه اسمها يعني تمثيل مشرف يبقى انا نازل بسلم المباراه لنادي الاهلي اقول له سلام عليكم. انا بدي للاهلي قيمته وقدراته، لازم اعرفها للعيبه، ده شيء طبيعي. وبالتالي اللعيب هيقدر يعرف قدرات الاهلي ايه ولاعيبه نادي الاهلي ايه، ويقدر يجابهها او يواجهها. صحيح. فبقدر الامكان احنا اللعيبه في خلال الاربع خمس ايام دول، طبعا النادي الاهلي معروف لكل اللعيبه، لكن احنا بنتكلم على في نواحي تكتيكيه، في تحركات معينه لبعض اللعيبه احنا بنحفظ اللعيبه عليها، ونتمنى انهم يبقوا في قمه الاستيعاب والتركيز اثناء المباراه. مين اللعيبه اللي عمل حسابك عليها عايز توقف خطورتها في الاهلي؟ لا كتير بقى. كتير كتير. لا بصراحه النادي الاهلي بص يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الخطوط من فتره كبيره اول مره اشوف خطوط متكامله. الظاهرين الواجبات كلها بتاعتهم الهجوميه بيأدوها باستثناء معلول، الناحيه الدفاعيه طبعا الديفندر بيقرب عليه بيأدي دوره ما فيش مشكله. الاثنين السنتر باكات ايا كان الاثنين في اعلى مستوى ليهم. المهاجمين في حريه حركه في الثلث الاخير، كل الحاجات دي احنا يعني وضحناها. هل تفتكر يا كابتن ميمي انه كولر ممكن يلعب يريح اللعيبه الاساسيه شويه؟ هو لعيبه الاهلي كلهم الحقيقه اساسيين، بس يعني المجموعه اللي بتلعب على طول يريحها ويستدعي اللعيبه اللي مش واخده فرص خلال الفترات اللي فاتت، تتخيل ممكن يعمل كده؟ والله ممكن هو برضه يعني لو هو بص على النتائج بتاعت نادي الاهلي ونتائج منتخب السويس في المجموعه اللي احنا بنلعب فيها اكيد هيبقى ليه نظره، لكن انا رايي الماتشات الكاس ما يعني ما بيبقاش فيها اي نوع من المجازفه او اي نوع من التهاون. واحنا عاملين حسابنا للاحسن حاجه في نادي الاهلي، يعني اللي هو ايه الفول تيم بتاع نادي الاهلي لو لعب احنا المفروض هنعمل ايه؟ لو اللعيبه اللي هيبقى ما فيش صف ثاني في نادي الاهلي اصلا. ما انا يعني بصراحه ما فيش صف تاني، الراجل مشغل بتاع حوالي 27 لعيب مثلا ولا حاجه، ما فيش صف تاني. بسم الله ما شاء الله يعني. بصراحه لا حاجه جميله بصراحه. كابتن ميمي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويعني بتمنى لك يا رب دايما كل التوفيق بشكل شخصي. ربنا يخليك يا كابتن ودايما موفق باذن الله. شكرا حضرتك شكرا جزيلا كابتن ميمي فريد المدير الفني لمنتخب السويس، واحد من الاسماء الكبيره. منتخب السويس ده من الفرق اللي ليها باع وتاريخ، يعني عشان حضرتكم تكونوا عارفين يعني.